السلام عليكم متابعين صفحة مفلس موتور زو، مرحبا بكم. اليوم جبنا لكم هذا الفيات تيكو اللي كما راكم تشوفوا الدرباجات في اللا لافونغوش الفار والبارشون. تحدي سهل راح يواجه فريقنا المحترف، والنتيجة راح تكون مفاجأة في آخر الفيديو. النتيجة النهائية كما راكم تشوفوا ما شاء الله رجعت كما خرجت أول مرة، نتيجة متوقعة من فريق بنفليس موتورز المحترف في مجال تصليح هياكل السيارات. شكرا لكم أيها المتابعون الأوفياء على المشاهدة، وشكرا لكم على التعليقات التي تعد دائما حافزا لجميع أعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.